هعمل دلوقتي سلطه سي فود. نقول لحضراتكم على المكونات. ميكس سي فود عندي جمبري وجندفلي وبلح بحر وكالماري. جندفلي والبلح البحر والجمبري مسلوقين، يعني بس انا هديهم تشويحه. الكالماري هو اللي هسويه. طماطم شيري، ليمون، عصير ليمون، ثوم مبشور، كمون، زعتر فريش وزعتر ناشف، بصل، ونوعين خس، خس كابوتشا وخس بلدي. هبتدي الاول اخلص من الحاجه اللي محتاجه ان هي تستوي. فهاخد الكالماري. طبعا الكالماري القماع ده بقى لذيذ جدا جدا جدا، اللي هو الصغير، وما بياخدش وقت خالص في السوى. يعني بنتكلم في مفيش دقيقه ونص، هو الجلد بتاعه او اللحم بتاعه رقيق جدا، فما بياخدش وقت خالص في السوى. حتى لما بنحشيه مفيش، يعني بنقليه في طاسه مش في زيت عميق، لانه ممكن ما يستحملش يخش زيت عميق. عندي توم، هاخد معلقه كبيره علشان في هيبقى عندنا مكونات تانية هتحط، فلازم نزود شوية التوم. وادي فتشة كده نوزع. هبتدي طبعا الأول بالكالماري لأن هو الوحيد اللي مش مستوي، وبعد كده مفيش، سنة ملح صغيرة، يعني زي ما قلت لحضراتكم على طول لونه بدأ يتغير. الجمبري لونه بيقلب بينك، الكالماري لما ابتدي يستوي لونه بيقلب ابيض. مش هسويه على الاخر خالص، انا لسه هحط معاه مكونات تانية. بس تقريبا دقيقة وكده يبقى عندي، نشيل بس الوردة الجميلة دي. ده كده خلاص ممكن ناكله كده، يعني من اول دلوقتي خلاص لونه اتغير وبدأ حتى يلف كده شكله يبان ان هو بدا يستوي. حط بقى بقيه المكونات، بلح البحر والجندوفلي والجمبري، كل ده مسلوق. طبعا الجندوفلي وبلح البحر يفضل دايما ان احنا نسلقه او نحطه في ميه بتغلي لمده دقيقه قبل ما نستعمله، عشان لو في رمله تطلع منه. مش هنزود ملح لان بلح البحر والجندوفلي عاده بيبقوا مالحين سنه. هندي شويه فلفل اسود كويسين، وشوية من الكمون والزعتر. تقريبا معلقة صغيرة. والزعتر الناشف، الزعتر الفريش خليه فريش، فنستعمله في السلطة نفسها. تأكد كده ان مفيش حاجة ماسكة. طبعا يفضل ان احنا نستنى شوية على المكونات انها تبرد شويه. بس انا دلوقتي هبتدي على طول ارص كده. كل ما يكون عندنا فرصه ان احنا نفتح الخص ونفتح الورق بتاعه وننضفه من جوه يبقى احسن واحسن، لان ساعات الخص بيبقى جواه اي حاجه مش عارفين هي ايه، ويبقى صعب قوي ان احنا نعرف من غير ما نفتحه. فلو عندنا فرصه ان احنا نفتحه كده بيبقى احسن كتير. كده كفايه. ده الكابوتشا، شوية من الخس البلدي. مش محتاجين قوي نعمل دريسنج، مش محتاجين بقى نعمل زيت زيتون اللي هو الدريسنج الفينيجريت العادي. احنا هنعمل النهارده سهل في سهل. شوية كويسين كده من الشاري توميتو. المهم ان احنا نحاول نفتح النفس بالشكل دي، مش هتبقى حلوة كده. زي ما قلت لحضراتكم البصل حجمه كبير، علشان اللي ما بيحبش البصل يقدر يبعد عنه. وادي الزعتر، نمسك بس كده شويه كويسين من ايدينا، وبنمشي يعني عكس الاتجاه بتاع الورق بتاع الزعتر، يا مع الاثنين، الاثنين بينفعوا يعني كده او كده هتمشي. ناخد شويه كمان عشان الكميه كبيره كده. تمام تمام واحدة واحدة. وادي الليمون، اخلي الليمون بقى من بره شوية، انا حطيت ليمون اوريدي كتير في التتبيلة نفسها، او يعني وانا بسويها على النار. وبعد كده شوية صغيرين من زيت الزيتون.